منظمة التحرير الفلسطينية تضع آليات لإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل عقب هدم عشرات الشقق السكنية في القدس المحتلة. للمرة 46 بعد 100 السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب وتشرد قاطنيها، ومدينة الناصرة تستعيد عافيتها السياحية في هذا العام وسط إقبال من مختلف أنحاء العالم. في أعقاب هدم الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 شقة سكنية في منطقة وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عرقات إن القيادة الفلسطينية قررت وضع آليات لإلغاء كافة الاتفاقيات مع إسرائيل. قرر الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أولاً القيادة الفلسطينية تضع آليات لإلغاء كل الاتفاقيات بيننا وبين الجانب الإسرائيلي. ويقول الرئيس محمود عباس: نحن أمام خطوات غير مسبوقة، وخاصة أن سلطة الاحتلال الإسرائيل تنكرت لكل الاتفاقات الموقعة، ونحمل الحكومة الإسرائيلية سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات هذه الجرائم المرتكبة. وأعلن عرقات بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت وقف التعامل بشكل كامل مع جهاز القضاء والمحاكم الإسرائيلية في أعقاب قراراتها المجحفة. تعلن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس عن وقف التعامل مع جهاز محاكم الاحتلال الإسرائيلية باعتبارها أداة رئيسة لتنفيذ سياسات الاحتلال وترسيخه. وكلفت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على متابعة قانونية في المحاكم الوطنية الفلسطينية للمتضررين من سياسات وممارسات العنصرية وغير القانونية، ووضعها أمام القضاء الفلسطيني. نحن سنتابع هذا الملف. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت مباني فلسطينية في منطقة وادي الحمص في بلدة صور باهر في القدس المحتلة عقب اقتحامها برفقة عدد كبير من الجرافات وإخلائها بالقوة بعد رفض قاطنيها المغادرة دون إخراج حاجياتهم الشخصية. هذا واعتدت قوات الاحتلال على سكان وادي الحمص بالضرب المبرح والغاز المسيل للدموع، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أسفر عن إصابة عدد منهم.